انا هستخدم اليزا نقطة، تمام، هو بيبقى مكتوب عليه كده نكتة، تمام، وهستخدم معاه ابرة 4.5. انا اتخلصت من الغلاف للأسف، فمش عارفة اوريكم الورقة بتاعته، تمام، بس هو الفكرة ان هو زي ما هو نقطة، يعني اهو بيبقى فيه نقطة، تمام. طبعا في منه اشكال والوان كتير، تقدري ايه تنوعي زي ما انت عايز. طيب هنبدأ بإيه؟ انا هعمل دايرة سحرية جميلة كده، خلاص، وهبدأ هعمل ادي 1 2 3، ده الارتفاع، وبعدين هعمل اول عمود عندي او تاني عمود بقى، لان الارتفاع هحسبه معايا اول عمود، تمام. ادي كده عملت اول وحدة عندي، وبعدين 1 2 3 4 5، خلاص. وبعدين نعمل تاني واحدة عندنا، خلاص، 1 2 3، نشدها سنة كده، وبعدين 1 2 3 4 5 سلاسل، وبعدين في نفس المكان 1 2 3، خلصتها، ادي 1 2 3 4 5، وبعدين اخر واحدة معايا، لان احنا طبعا انا هسيب لكم اللينك بتاع برضو الفيديو الجراني، تمام، دي 1 2 3 4 5، خلاص كده. يبقى انا خلصت الاربع تركان او الاربع وحدات بتوعي، ادي 1 2، ادي 1 2، هدخل في تالت سلسلة او تالت غرزة معايا، تمام. اشد بقى الخيط بتاع البداية، تمام. يبقى انا كده معايا اول اهو اول مربع او اول وحدة معايا في الجاكيت بتاعي او الكاردي بتاعي، تمام. طيب هنكمل ازاي؟ انا هرتفع بقى من هنا، خلاص، 1 2 3 4، خلاص، 3 اللي هما الارتفاع، والسلسلة اللي هتبقى فرق من كل ايه وحدة وواحدة، خلاص. يبقى عملت 1 2 3 4، هدخل بقى في الزاوية، هعمل التلات وحدات او التلات عواميد عشان اعمل اول وحدة، تمام، وبعدين 1 2 3 4 5، تمام، وفي نفس المكان 1 2 3، خلاص. يبقى انا كده خلصت الركن ده، انا كده خلصت الركن ده، اقوم جاية واخدة سلسلة وهدخل في الركن اللي بعده، هعمل نفس الفكرة، 1 2 3، تلاتة عمود بلف، 1 2 3 4 5، ده اللي هيعمل لي الركن، تمام. وفي نفس الزاوية او في نفس الفراغ هعمل 3 عمود بلف، تمام كده، سلسلة، وادخل في الركن اللي بعده. يبقى انا عند الركن، لما باجي عند الركن بعمل 3 عمود بلفة، 5 سلسلة في الموديل ده، 5 سلسلة، لو في اي موديل تاني بتبقى على حسب الباترون او على حسب ما انت عايزة النتيجة بتاعتك تطلع ازاي، خلاص. المهم انه في الزاوية بيتعمل وحدة من 3 عواميد، وبعدين سلاسل الركن، وبعدين ايه 3 عواميد تاني، تمام. خلصت اهو، وصلت لاخر ركن، عملت التلات وحدات 5 سلاسل، ادي عمودين بس. ليه؟ لان انا كنت طالعه اصلا بتلات سلاسل، انا كنت طالعه اصلا بتلات سلاسل، ادي 1 2 3، تمام، هدخل فيها منزلقه، تمام، اهو بقى كده معايا، ادي تاني سطر خلصناه، خلاص معايا كده. طيب السطر اللي بعده بقى، انا لقيتني هنا في النص اهو،
خلاص انا لقيتني في النص، انا كنت هنا طلعت بالثلاث سلاسل لان انا كنت على بداية الغرزة او على بداية الوحدة، هنا لقيتني في النص اهو، مش في اول الوحدة دي، لا انا في اخر الوحدة اللي قبلها، فهم جاية داخلة في الفراغ، تمام، منزلقة، واطلع واحد اتنين تلاتة، وادخل في نفس الفراغ، ادي العمود التاني، ادي العمود التالت، تمام. نعمل سلسلة بعد ما عملت الوحدة، بقى نعمل سلسلة، جي عندنا الركن، خلاص هدخل فيه، ادي واحد اتنين تلاتة، تمام، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبعدين في نفس المكان تلاتة عمود بلفة، يبقى تكون عندنا الركن بتاعنا برضو. طيب وبعدين هعمل سلسلة وهدخل في الفراغ اللي بعده، بقى اعمل تلاتة عمود بلفة، دي واحد اتنين تلاتة، خلصت التلاتة عمود بلفة، اعمل سلسلة، خلاص. طب وبعدين هيجي عندنا الركن، هدخل في الركن اعمل تلاتة عمود بلفة، وبعدين سلسلة، لا انا في الركن هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، تمام، وضحت. وفي نفس المكان اقوم جاية داخلة عاملة، ادي واحد اتنين تلاتة. طب بعد كده، بعد كده السطر عادي، فهاخد سلسلة وادخل في الفراغ اللي بعده اعمل التلاتة عمود بلفة معايا، يبقى هي ايه، وضحت كده، خلاص. انا هشتغل شوية كده وارجع اوريكم لما كبر شوية بقى شكله عامل ازاي. اهو بصوا انا اشتغلت حوالي، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يعني بقى معايا خمس سطور، تمام، اهو هخلصه اخر واحدة، ادي واحد اتنين تلاتة، وبعدين سلسلة، واحد اتنين تلاتة، تمام كده. وبرضو هنا بقى هقوم جاية طالعة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، لما ببدأها من الوحدة من هنا بعمل ايه، اربعة، ليه؟ عشان هدخل في اللي بعدها كده، خلاص. فلما اجي اوصل لهنا هعمل عمودين بس، ماشي، واقفل في تالت سلسلة من هنا، تمام. طيب انا هستمر على الشكل ده او على الوضع ده قد ايه، لحد ما يبقى عندي نوصل لتمانين سنتي، او قبل التمانين سنتي هعمله حوالي مثلا ستة وسبعين سبعة وسبعين سنتي، عشان نشوف ندي مساحة للكنار، يعني ده لو انت عايزاه على جيبة او قصير هتلبسيه على بنطلون، بس ده هيبقى المقاس قصير، لانه لما بيتلم بيكش جدا، خلاص، يعني بيقصر اللمة دي بتأثر، خلاص. لو عايزاه طويل لحد الركبة، لا بتعملي يعني مساحة محترمة حوالي 100 او 120 سنتي، وبرضو قبل ما تقفلي بتقفلي بماركر او حاجة زي كده وتقيسي، خلاص. طيب انا هكمل الطول اللي انا قلت لكم عليه ونرجع نكمل مع بعض. انا هنا خلصته، تمام، طبعا مش عارفه اجيب لكم الطول كله، بس لو قسناه هيطلع اهو زي ما قلت لكم، بسم الله، حوالي 76 زي ما زي ما قلت لكم. طيب هنبدا بقى هنعمل ايه مع بعض، هنعمل ايه، هنبدا هعمل بقى الكنار. انا كأنا حابه انه انا هعمل الكنار حشو، خلاص، مش هيجيلك طولة بال، تعملي كل ده حشو، اشتغلي فيه نص عمود، تمام، اشتغلي عمود بس. انا شايفه ان الكنار الحشو بيكون هيمسكه وهيدينا القوام اللي احنا عايزينه، او اللي انا شخصيا عايزاه للموضوع ده، تمام. انا ارتفعت هنا بسلسله معايا، خلاص، انا ارتفعت هنا بسلسله، هدخل في نفس المكان هياخد بقى حشو في اللي جنبها حشو. طبعا هو الغرز لأ عددها مش هيلخبطك في حاجة خالص، لان انت فوق كل عمود هتعملي غرزة حشو، وبين كل مجموعة هتعملي غرزة حشو. بعدين ادي واحد اهو، ادي فوق العمود الاولاني، ادي اتنين فوق العمود التاني، ادي تلاتة فوق العمود التالت، وفي النص هتدخلي غرزة حشو تاني، ادي واحد فوق العمود الاولاني، اتنين فوق العمود التاني، تلاتة فوق العمود التالت، وهتدخلي تعملي غرزة حشو وهكذا،
تمام، هتكملي زي ما قلتلك لحد ما نوصلها لحوالي 80 سنتي، او لو عايزة اعرض من كده اقل من كده ده شيء طبعا يرجع لك. خلاص خلاص. طيب لما نيجي عند الركن، يعني احنا هنكمل السطر ده كده وهنرجع عشان نشوف لما نيجي عند الركن هنشتغل فيه ازاي. طيب انا وصلت هنا للركن، خلاص اعمل اخر غرزة اهو حشو فوق العمود، وبعدين انا كان عندي دول 5 سلاسل، تمام، فهدخل اعمل اول غرزة حشو، ادي 1 2 وبعدين سلسلتين، خلاص، وبعدين سوري، وبعدين هعمل ادي كمان 2 حشو معايا كده، هفضل كده في كل مرة، ماشي، في كل زاوية هتقابلني دلوقتي هقوم جاية عاملة كده، يعني لما يجي عند الركن التاني برضو هقوم جاية عاملة 2 حشو 2 سلسلة 2 حشو. طب في الدور اللي بعد كده لما يجي عند دي همشي في كل حشو حشو، وفي الفراغ ده، في الفراغ ده ماشي هعمل 1 حشو 2 سلسلة 1 حشو، تمام، لكن في اول فراغ اللي هو معايا 5 سلاسل ده هعمل 2 حشو 2 سلسلة 2 حشو. الادوار اللي بعد كده لحد ما اوصل للطول الكنار اللي انا عايزاه همشي فوق كل حشو حشو، وماجي عند الفراغ 1 حشو 2 سلسلة 1 حشو، تمام. يبقى هنكمل الفراغ ده ونرجع مع بعض عشان نشوف هنقفل الجاكيت ازاي. انا خلصت هنا اهو الكنار، خد معايا حوالي 5 أو 6 سطور حشو، تمام. طيب ايه يعني الاتنين دول جنب بعض هنا كده ليه؟ انا مش عارفة اوريكم التوتال بتاعه كله، يعني هنقول مع بعض الفكرة. هو طبعا مربع، ماشي، هنقول ان هو الورقة دي، فاحنا دلوقتي هنعمل كده معايا وهنعمل كده وكده، خلاص، بس هيبقى على الظهر مش على الوش معايا عشان هنقفل بقى، خلاص، ولما نقفل بقى نقوم جايين ايه قلبينه معايا. يبقى احنا كده اهو، هو ده كده المفروض انه متقفل، انا كده مقفلاه على وشه، فانا مش عايزه ده، لا انا هقوم جاي شايلاه كده واحطه كده، تمام. هو في النص اهو، يعني انا ده السنتر بتاعه هو اللي احنا بادئين منه، تمام، فهقوم جايه قلبه كده، وده ظهر الشغل اهو باين، تمام، واجيب دي كده خلاص، بنظبطها بقى قصاد بعض، بنجيب دول كده اهم، وبنجيب اليمه التانيه، خلاص. انا اللي يهمني اليمتين دول عشان الكم دي هنعمل فيها فتحة الكم، خلاص كده اهو. طيب احنا دلوقتي ايه اللي يهمنا؟ اللي يهمنا انه احنا هنقفل من هنا لغاية هنا كده، خلينا نشتغل على ناحية واحدة عشان نبقى فاهمين، واللي هنقوله هنا هو نفس اللي احنا هنعمله هنا، خلاص. طيب احنا هنقفل مع بعض الغرز دي كده، ماشي، وهنسيب فتحة للكم، تمام. طيب هتتقسم بنسبة كام الى كام؟ هي غالبا انا بلاقي ناس بتعمل الكم واسع، بس انا محبوش يبقى واسع اوفر كده. احنا عندنا هنقيس دي، خلاص، هنلاقيها ادي كده يعني 35 سنتي، لو نحطها قصاد بعض قوي كده نظبطهم جامد كده معايا، نقيس بقى 35 36 سنتي. طيب انا مش هعملهم بنسبة نص النص، يعني مش هنقفل النص يبقى النص الباقي كم والنص ده خلاص ده الجاكيت من قدام، ولا هعملها بنسبة 2/3. انا الفكرة عندي يعني مثلا ده 36، ممكن هعمل الكم 15 أو 16، تمام، واعمل 20 سنتي اللي فاضلين نقفلهم يعني، تمام. طيب فيبقى انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هاجي هنا كده، دي البدايه، بدايه الشغل عندي، خلاص، هقوم جايه انا بعمل في الفرق سلسلتين، صح، فانا هدخل في السلسله اللي انا كنت عاملاها من اللوب الخلفي اللي ورا، وبرده في السلسله الثانيه، ماشي، انا هشوف كده، دي 1 2 ادخل في السلسله الثانيه معايا، يبقى انا كده عندي السلسلتين اهم انا داخله فيهم، يبقى ده بدايه الشغل بتاعي، خلاص. طيب همشي فيه لحد قد ايه؟ زي ما قلنا هقفل 20 سنتي.
لحد ما اوصل ل 20 سنتي. خلاص. وبرضو ممكن زيادة احتياط ليكي، لو او لو ما عندكيش المزورة ومش عارفة طيب تتأكدي منهم ازاي، هتعدي ادي 1 2 الجراني، وحدات الجراني اللي معاكي. تمام. ادي 1 2 3 4 5 6 7 لحد ما بتوصلي لل20، بتبقى الجراني السابع. فهتعدي هنا كمان لحد الجراني السابع وتقفليهم قصاد بعض، ده في حالة لو ما عندكيش الحاجة اللي تقيسي بيها. خلاص. طيب انت ممكن برضو عشان ما تتلخبطيش، خلاص، تشوفي مارك. انا مش لاقيه مارك دلوقتي. ممكن تاخدي مثلا ادي اي خيط عندك اهو. خلاص. واحنا قلنا ادي 1 2 3 4 5 6 7 عندي السابع كده، هتمشي كده. تمام. وتقفي هنا، وبعدين ادي 1 2 3 4 5 6 7 عنده برضو، هتمشي وتقفي كده. يبقى هو ايه، هنتقابل في النقطة دي. لقيت مارك. يبقى هندخل ده هنا كده، ماشي، وندخل ده هنا. حابة فتحة الكم تبقى أوسع، ده شيء يرجع لك، بس أنا ما ببهاش تبقى واسعة أوفر. ويعني هي هنا كده حوالي أهي، يعني هتبقى على قد، جميلة ولطيفة جدا، خصوصا إنه أنا مش هعمل لها لكنار، مش هعمل لها بليسيه، خلاص، فمش هتضيق معايا أو حاجة زي كده. اللي عملته هنا بعد ما هقفل دي هعمله هو هو هنا معايا. طيب هنشوف هنقفل إزاي. هنجيب الخيط اللي احنا كنا شغالين بيه. تمام. وهنبدأ بسم الله. هعمل عادي عقدة بداية. تمام. اهو كده، اتمنى تكون واضحة لكم. تمام. وهشد منهم هما الاتنين. تمام. وبعدين انا هجيبه كده بقى، خلاص، ما انا عامله المارك، انا مش فارق معايا بقى، خلاص. وهدخل في اللوب الخلفي من هنا واللوب الخلفي من اليمه الثانيه. تمام. وهسحب منزلقه، واضحه، تاني اللوب الخلفي من هنا واللوب الخلفي من هنا، وهسحب منزلقه تاني اهو. تمام. منزلق، وهكذا اللوب الخلفي هنا واللوب الخلفي في الغرزة الثانية، ونعملهم منزلق. بس التقفيل سهل جدا، عايزة تقفليه بإبرة التنظيف مفيش مشكلة، بس يفضل برضو يبقى في اللوب الخلفي من هنا واللوب الخلفي من هنا معايا. وطبعا دايما بقول لا تبقي مهوية ايدك ولا ايه شد ايدك، وبالذات ما تشديش ايدك عشان ما يكشش معاكي او تحسي لامم كده او راجع ايه لورا. خلاص. يبقى تمام كده، نوصل للمارك ونرجع نشوف هنعمل ايه لما نوصل عند فتحة الكم. خلاص اهو، بصوا تقفيله جميل ونضيف، وبصوا من هنا. خلاص. طيب يبقى نكمل ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. اهو وصلت هنا للمارك. تمام. هشيل بقى المارك، خلاص، وهدخل في اخر غرزة بمنزلق. خلاص. خلصت اللي فات ده كله. طيب هعمل ايه، هقطع الخيط؟ لا، انا هقوم جاية بقى واخده الكنار ده، هقوم جاية داخلة في الغرزة الحشو اللي بعدها دي معايا، وهعمل غرزة حشو زي ما انا اللي هقلب الشغل والحاجة. انا كده ماشية صح، ادي وش الشغل عندي اهو معايا، هكمل كده. ده ايه اللي انا بكمل فيه؟ ده الكم. خلاص. هعمل حاجة بسيطة جدا، هعمل دورين بس، ماشي، هعمل دورين كده، دور لحد ما اوصل هنا ودور تاني فوقه لحد ما اوصل هنا، وهنقط الخيط، ونفس اللي عملته هنا هعمله في الايه، في الجهة التانية. تمام. فهكمل دي وهكمل الجهة التانية، ونرجع نشوف بقى هنحط ايه، على الجاكيت او هنكمل ايه تاني. انا خلصت هنا زي ما قلت لكم السطرين اللي عندكم. بصوا حاجة بسيطة جدا، يعني مش باينة بس ايه، فاهميني، حاجة بسيطة خالص. تمام. لو حابة تكمليه على انه كم، طبعا بتكملي على نفس المقاس ده،
خلاص. لو حابة ان انتي عايزة تعمليه مثلا بليسيه بتزودي شوية، لان ده كده يدوب يعني، لو عملتيه بليسيه هيبقى اضيق بقى، ده كده يدوب على الدراع الطبيعي يعني. ماشي. طيب، وبعد ما خلصتهم وقفلتهم عملت برضو سطرين بالظبط دائري على كل الايه الكنار بتاع الجاكيت. تمام. فبقى ده الشكل عندنا. انا برضو يعني مساحة الكاميرا مش عارفة اجيبه كله طبعا، بس اهو يعني هو من فوق اهو، ده كده اللياقة. تمام. الكم من هنا، ادي كم وادي كم تاني، واكيد ان شفتوا الصور في اول الفيديو خلاص فمتخيلين الشكل النهائي. المقاس ده مناسب جدا لمثلا مقاس 60 65 كيلو. خلاص، هو يتلبس يعني لحد الوسط كده. زي ما قلت لكم لو عايزينه يبقى اطول بتطولي في المقاس زي ما انت عايز، في مقاس المربع يعني. خلاص، اتمنى يا رب ان هو يكون عجبكم، ولو عجبكم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.